رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والإتصادي يطمئن الجماهير الجزائرية ومحبي المنتخب الوطني ويؤكد: لم نبخل على المنتخب الوطني لوضعهم في أفضل الظروف استعدادا للكون. خيارات المنتخب لم تظهر بعد، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موقع المعسكر التمهيدي حتى الآن. المكان الذي سيحتضن معسكر الخضر سيعرف بمجرد برمجة المباريات الودية هناك. جمال بلماضي يريد خوض مقابلتين وديتين كحد أقصى. المنتخب حجز فندق الملعب بالكامل وهو متواجد بمحاذاة ساحة بواك الرياضية، وقد تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي. سيتم وضع اللاعبين في ظروف مشابهة لتلك التي شهدتها بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر والتي فازت بها الجزائر، كما تم توفير كل الظروف الممكنة حتى يتمكن المنتخب الوطني من الظهور بشكل جيد خلال الكون، ليؤكد صادي تجسيده لوعوده تجاه المنتخب الوطني والسير به نحو تحقيق الألقاب. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.